هو انا برضه كنت عاوز انفي اللي انا سمعته ونسيت قبل مساله ان المرشح الرئاسه اجتمعوا لتوجيه انذار للمجلس العسكري. انا ما اعرفش مصطلح انذار ده جه منين، ولا ايضا اجتمعنا لسحب الثقه من المجلس العسكري، لان احنا ليس هذا اختصاصنا. العناوين الرئيسيه كلها كده، انا ما اعرفش ده جه منين. هذا لم يطرح اصلا ولم نناقش لا سحب الثقه، لانه لا محل له من الاعراب اصلا ان نسحب الثقه ولا نسحب. ويا ترى اني قانون اللي بينظم سحب الثقه من المجلس العسكري؟ ما حد بعرف. لا الناس قالت انتوا بتستندوا على اي شرعيه ده بس فعلا منشطات الجرايد كلها كده. انا بس حبيت انفي ان الكلام ده لا هو طرح ولا اتقال ولا حد بيفسر. اما ايه اللي اتقال هو ده اللي حضرتك جايباني عشانه واللي احنا هنقوله بكره في المؤتمر الصحفي. لكن هو الموضوع الرئيسي هو تقصير الفتره الزمنيه.